معي مصطفى سعدون مدير المرصد العراقي. مساء الخير، اهلا بك معنا سيد مصطفى. تحدثنا قبل قليل عن منظمه اليونيسف، ذكرنا ارقام عن الاسعافات للنازحين من الاطفال التي تلقونها والحالات التي وصلتهم. انتم بدايه لنلقي الضوء عما رصدتموه بهذا الاطار. نعم، أعتقد تقرير اليونيسيف تحدث عن 70,000 طفل، هؤلاء الذين تلقوا العلاج وتلقوا الإسعافات صحيح النفسية أو الإسعافات الجروح الجسدية. بالمحصلة أو بالنتيجة هؤلاء هم جزء قليل من عدد كبير من أطفال مدينة الموصل. نحن إذا ما تحدثنا فقط عن أطفال الساحل الأيمن فعددهم يفوق 200,000 طفل، فقط 140,000 منهم كانوا محاصرين خلال الأشهر الأربعة أو الثلاثة الماضية في مناطق سيطرة تنظيم داعش وتلقوا صدمات نفسية جدا كبيرة، بالإضافة إلى المشاكل الغذائية والصحية التي عانوا منها. فهذا يعني أن 70,000 الذين قدم لهم العلاج أو قدمت لهم الإسعافات ليس هذا الرقم كافيا، بل هناك ضعف هذا الرقم بمرتين أو ثلاث. يجب أن يكونوا هؤلاء تحت رعاية أممية أو تحت رعاية مؤسسات صحية عراقية. الجميع يعرف أنه الاهتمام الأكبر اليوم بالجانب الصحي، بالجانب الجروح الجسدية، الغذاء، لكن لا أحد يأبه ولا أحد يهتم بشكل كبير بموضوع الصدمات النفسية، بموضوع غسيل الدماغ الذي حصل للأطفال، بموضوع أنه بعض الأطفال ما زالوا يستخدمون إشارات أو شعارات أو كلمات أو مصطلحات يتداولها عناصر تنظيم داعش. فهؤلاء ما زالوا بحاجة إلى مراكز إعادة تأهيل نفسي حقيقية من خبراء دوليين أو خبراء محليين تلقوا تدريبات أو لهم تجربة في موضوع التأهيل النفسي. بالإضافة إلى ذلك أنه آثار الحرب التي ما زالت موجودة في مناطق مدينة الموصل وتحديدا الساحل الأيمن، هذه كلها تعيد للأطفال ذاكرة ما كانوا يعيشون تحرير الساحل الأيمن أو تحرير الموصل بشكل كامل. هذا يعني أن هناك هزيم في ذاكرتهم يذكرهم بالدروس الشرعية التي تلقونها، بالمصطلحات، بالأفعال، بالمشاهد الدموية التي عاشوها طيلة الثلاثة أعوام الماضية. لذلك نحن بحاجة اليوم إلى أن تكون هناك مراكز تأهيل نفسي، مراكز إعادة اندماج هؤلاء الأطفال داخل المجتمع العراقي، مراكز تقدم دروس خاصة ودروس تربوية وفي رياض الأطفال غير تلك التي كانت تقدم قبل 10 حزيران أو بعد 10 حزيران 2014، على اعتبار أن هناك بعض النصوص الموجودة في مواد التربية الإسلامية تذكرهم بأفعال تنظيم داعش. فإذا بقينا نعطيهم ما كانوا يشاهدونه خلال سيطرة التنظيم على الموصل، فنحن لم نعمل أي شيء، ولا داعي للتحرير، ولا داعي لأي عملية عسكرية. بعض الدروس تذكرهم بس هذه النقطة. نعم عزيزتي، اليوم نحن بحاجة إلى أن يفهم المجتمع بشكل عام أهمية المواطنة وأهمية التعددية. الدروس التي الدينية التي تدرس في مدارس العراق، رغم أن العراق بلد متنوع، بلد فيه ألوان كثيرة، لكن الدرس الإسلامي هو الوحيد الذي يدرس. وفي درس الإسلامية يعني طالما هو الدرس على الأقل درس الإسلامي الصحيح لا الذي كان يدعي انتماءه إليه تنظيم داعش الإرهابي ويستغله. شكرا لك من بغداد مصطفى سعدون مدير المرصد العراقي.